قذائف هوزرات هوزرات ومن هذا الهون وفي هنا فوق يعني كان يتساقط علينا من هذا الكاتوشة صحيح والله وفي هنا فوق برضو تساقطت كاتوشة يعني بالشارع هنا بطرف الشارع كذا انتقام ولا ما اقول لك ان في مقاومه بينه ولا في مواقع ولا حاجه ولا في شيء مدنيين مساكين ضحى حتى ربك سلم هذم حتى هذم ما عبهم شيء وهم قاموا على شوف البيت حقهم شوف هذا البيت هذه قرنا ظنوا ربك سترهم ولا قريبهم شيء ها وبعدين عشوائي كذا بس ضرب عشوائي وما فيش مواقع مثلا اقول لك في مقاومه يضربوا من هنا ما فيش والله هنا يعني راحوا نفرين هو الزوج مرته واللي جنبه جاره راح هو ضربوا علينا يعني 24 قذيفه ل 24 جاي الى البيت حقنا ضربت بالسقف بالجدار هذا ونزلت الى الغرفه اللي تحت واحنا راقدين ثمانيه يعني ضرب الرجل حق الولد هذا والرجل الثاني وامي قعبه صبايا واخي من يعني هذا من اللي يعني تعوروا بسيط لكن احنا سلامه ربي لما نزل كان في ديبان مي نزل الماء قمنا نحس نلف الولد هذا فوقي وامه قال الله ابني رجله بتغتغلت اول قذيفه وقعت جنب البقات الجزيره طبعا كنت راقد انا واطفالي هنا افتقعت قلت شنزول تحت تخبي ما بين النص ساعة قذيفة ما بين النص والنص ساعة قذيفة يعني عدينا 17 قذيفة لا 21 يعني 23 هذا أول شيء عدينا 17 قذيفة أنا ما أعرف شرقت وابني طبعا كان معانا ويمشي ويقول لنا هنا وهنا رقت تاني فجأة أصحي اللي على أصوات عمي يقول شهدوا كبروا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا قمت طبعا البارد كظم إحنا والتراب وهذا قمت قيمت بناتي ثنتين وابني الثالث وجيت شاقيم الولد هذا الكبير قيمته وهو راقد قديم رجله مقطوعه واني مانيش عارف هو راقد قيمته وقل لي يا ماما رجلي قلت ادعي سنه مع الدوشه حقنا اقول له اسحب رجله كذا اذا مش ارفعه رفعته كذا وهي حسه سقطت من يدي قد كذا معلق احنا نايمين ومن الليل يعني العيال حقي وعجز عيالي بعض منهن وزوجتي وبنا عيالي هربوا بيت اخي فوق يعني الحاره اللي فوق وقال كانوا العيال هذا ماشيين امهم قال لهم لا 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 ما شمشوش انا صرخ طبعا بكل خلاص حسي راح كنت اصرخ هم كانوا يمسكوني وانا ما قدرتش مسكوني عمه الكبير شلوه خذوا مني على طول ربط له شلوه اسعاف الساعة 3 بالفجر بعدين الجسد لمنا الباقيين القرحة وهذا وقابوا لنا سيارات وسعفناهم أخذت باقي أولادي لا فوق لا عند الجيران صليت فجر ولحقتهم رجلا للروضة شردنا كل إحنا كل ذحن عيالي نصهم بالبرح نصهم بعدن نصهم بالحوان ما بقت إلا أنا نزلت ذحين أنا المراحق اللي ما بين سوق ها من البيت ما فيش احنا مكان ايش السبب الناس نزحوا من ضرب العشوائي هذا من ضربوا علينا تقولوا احنا ولا بفلسطين هذيك الليلة يعني اليهود ما يضربوش كذا لا والعيد الاول عيد عرفه العيد عرفه واحنا مشردين العيد خلال اليوم يعني احنا هذا كنا مرتاحين فرحين في بيوتنا وقعد رمضان وإحنا مرتاحين والكهرباء لصات قلنا خلاص عندنا أمان عندنا استقرار ضربوا إحنا يعني قدام العيد بشهرين قدام عيد عرفة بشهر يعني ونص خلاص شردنا خرجنا من بوتنا نتمنى يعني كان مات ولا يبقي كده الآن غير واعي يعني ما معوش وعي يعني يشعر بنفسه خلاص لا يشتي الناس ولا هدر كله ولا حاجة خلاص يعني اختلف على ما كان بشكل عام نحن بردو لما يسمع يدرسوا بحق المدرسة هناك يعني يقول إيش اللي يوقع بي إيش اللي يبهد الناس أشوفه كذا قل يا ماما أنت خبأتي حق الصندل مين العيد الأول قلت له مين يخبيه خبيه العيد الثاني ما فيش فلوس أقول العيد قال شوفوا يا ماما
خباتي صندلي ذو قلعد وانا رجلي مبقوط مع الوستوش. الناس يا ماما يلعبوا مبدلين وانا جالس. قريه كان بعيد عرف الاول. دروس صف اول نجح. بعدنا السنه ما اقدرش ادرسها بسبب وضعه. واحنا نازحين احنا بالبرح. حل هنا اسبوع بس. مقبل على عيد بلا رجل وبلا يعني بلا كسوة وبلا كل شيء يعني لآخر شيء صفر مشردين يعني. أمه والله دحين تقول ما حصلش كسوة حق العيال يعني. وأبوه كان عايشتغل كذا بال مع البلدية يعني مع هذا. الآن ما عافش لا معاش ولا معاش ولا حاجة. وأنا كنت دحين مشرد بعدان يعني نازح. كل احنا يعني لا يعني مثل الحمد لله بس نشتي العافيه والامان كل شيء بيسرح. بس صيح له يقول يا ماما ذا يقول لي انا واقول له عادي ابني لا تخاف ولا شيء بني فعل لك رجل بتمشي وبتلعب كوره وبتفعل كل شيء. وقص اطمنه ابوه طبعا معاق رجله كذا يقول له شوف يا ابني انا رجلي انا ذا احنا ذي ركبته كذا تعور كذا برصاص وهذا وحتى وقع له شويه. شوف يا ابني رجلي ان احنا بنصلح لك رجل احسن رجل. يقول ها انا داري داري ايش تعملوا لي رجل مثل ما لك حق الصنام اللي لبسوهم ثياب. انا اشيل رجل احرك باصابعي. وهذه يتاسف لما يبصروا ويعايروا العرق يعني عرق عرق اليوم الاطفال الكل ما يدعوا له حتى ويسمع يدعوا له العرق. لما يمشي لونك لونك يعني يمشي خطوه زعاق يقول والله ما يقدرش نرجع نتحمله. ولا لما تجي له رجله تم يتصروا يعني عندهم متألم يعني يجي له مثل العصبيين تضربه من هنا لهنا يكون يتوقش الرجل حقه تقول طائر دقاق. ها متألم مره. ايش اقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الله انتقم من كان السبب.